نحاول نعمل إصلاح. إزاي نعمل الإصلاح؟ إن إحنا نقول يا جماعة اعملوا كذا سيجعل لكم النبي كذا، لكن خلاص أنت شايف إن يعني بتيجي أنا وأنت نتكلم عن التحكيم. الموضوع بسيط يا جماعة، يعني هل إحنا كلنا ما عارفينش ومعانا خبير تحكيمي قالب بقرار واحد يصلح المنظومة كلها مش عارفين ناخده قرار؟ لا عصام ولا إسرائيل ولا تكسفين ولا إسرافيل، قرار استقلالية لجنة الحكام. يا جماعة الخير استقلالية لجنة الحكام تبعد عن اتحاد الكورة، زي ما قال جمال الغندور الراجل اللي اعتدوله 30,000 دولار في الشهر ولا 50,000 دولار. هاتوا جمال الغندور محترف براتب محترم ويجيب ناس محترفة متفرغة برواتب محترمة مع استقلالية اللجنة، وتضع اللجنة لوائحها ونظمها وتعمل من خلال رابطة الأندية، هتشوفوا الدنيا زي الفل، مفيش ضغوط، لا حد هيكلم حد يقول له عين فلان، ولا حكم هيخاف من لون ولا من علان، موضوع ساهل وبسيط. منت استقلالية لجنة الحكام، لكن سايبين الحكام من غير بدلات محترمة. النقطة الأضعف اللي بتتبهدل من طوب الأرض إعلام، مفيش برنامج ما عملش فقرة عشان يفشخ ميتين أم التحكيم، أنا آسف في اللفظ، كل واحد فاشل مطلع عين أبو التحكيم. لازم تعدل كل المنظومة. أنا لو عايز قرارات استقلالية لجنة الحكام، 2 إلغاء فقرات البرامج الرياضية الخاصة بالتحكيم تماما، كلها موجهة وبألوان، كلها موجهة بالسلس وبألوان اللي على التلفزيونات طبعا، واخد بال حضرتك؟ الحاجتين دول يا كابتن محمود يصلحوا التحكيم ولا ما يصلحوش؟ بص يا استاذ ناصر، احنا يمكن احنا سبقنا الكل في الحلول، وقلنا موضوع الاستقلاليه ده بتاع اللجنه ده من فتره، وانا معاك في الحلقه اللي كان ضيفنا فيها الكابتن سامي فاروق، يعني احنا حطينا قبل كده روجيتا للعلاج، لكن للاسف محدش عايز يسمع لحد. بالظبط كده، محدش عايز يسمع لحد. احنا قلنا قبل كده اكتر من مره، كذا مره، يعني استقلالية لجنة الحكام، حط معايا كده بنود علشان لو حد هيسمع البرنامج ده من الاتحاد ياريت ياخد جزئية أو جزئيتين من الجزئيات دي. استقلالية لجنة الحكام رقم 1. رقم 2، جميع اللجان الفرعية تشتغل بمقابل مالي، مفيش حد يشتغل مجاني يا أستاذ. انتهى القصة دي يا بيا. يا كابتن محمود، الناس اللي بتشتم في الحكام انت أدرى، في حكام بتروح تمضي حضور وانصراف عشان ما تاخدش غياب، ما تتخدش غياب، حتى قرار السيد رئيس الوزراء باعتبار الحكم في مهمة رسمية. ما بيطبقش في قرار رئيس وزراء. مش كل الناس بتقدر تطبق، يتطبق بالواسطة على ناس معينة. تلاقي واحد يروح يجيب لك جواب وهمي من نادي انه مدرب ناشئين، يقبض من النادي وطول السنة ما يروحش الشغل، وحكم مش عارف ياخد يوم عرض عشان يروح يحكم. يا جماعة المنظومة كبيرة، الحدوتة اكبر من الكلام. بص يا صاحب ناصر، اللجان الفرعية ده، اللجان الفرعية ديت شوكة في حلق التحكيم المصري. اللجان الفرعية ديت هي اللي مفترض ان هي بتنتقي، هي اللي مفترض ان هي بترشح للجنة الرئيسية، ولكن اللجان الفرعية اتحولت لموظفين. ناس، شوف الكابتن محمود ودنا المصيبة، مصيبة ودنا الحتة تانية خالص. قبل ما تتكلم عن اللجنة الرئيسية روح شوف اللجان الفرعية، والد خالد فلان، والد عمة علان، ورئيس المنطقة جايب كل قرايبه حاططهم في التحكيم. ويا جماعة يا جماعة السوس منخور في الأساس، الأساس متنخور نخورة ما يعلمها غير ربنا.
والله حقيقة، دي حقيقة. والله انا ما منفعل، انا بضحك. عجل ما حد يجيب الاساس. بصوا السوس واكل لما يعني ما فيش حاجه في الجسم ما وصل لهاش السوس. تمام. وهو راح الكابتن محمود ودانا الكارثه من كوارث الزمن. المناطق افرع الاتحاد في المحافظات شافوا لي اللجان الفرعيه فيها شغاله ازاي. احنا كنا بنقول استقلاليه التحكيم، استقلاليه التحكيم يعني لجان فرعيه نزيهه، يعني ما فيش وساطه، يعني ما فيش واحد عضو مجلس نواب ماسك منطقه يروح جايب كل قرايبه وحاططهم في كل اللجان عشان يقبضوا. تمام.